ايه علاج مشكله الاسجوت شلاتر او الجامبر ني؟ المتلازمه دي بشكل عام هي الالم اللي موجود في عظمه الساق اخرها من فوق منطقه ما بتلمس الارض. النقطه دي بتحسها نقطه قويه قوي. دايما الالم دوت بيجي لك وانت نازل في تمرين السكوات او وانت نازل السلم مثلا، مع النزول بشكل عام بتحس ان في نتش او نقح في المنطقه دي. والمشكله دي موجوده كتير جدا جدا عند لعيبه الباسكت، عند لعيبه كره القدم، عند الاطفال بشكل عام المراهقين، وممكن تستمر معاك بعد ما تكبر وتتسمى جامبر ني او متلازمه ركبه اللي بينط. هتجيب سلك بلاست او هتجيب اي لزق طبي من بتاع الجروح اللي هو الابيض بالشكل ده وتبدا تلفه عند العظمه دي بشكل دائري، بس حاول ما تقفلش على الركبه من ورا عشان ركبتك ما توجعكش. لو عندك شعر او حاجه في رجلك حاول تشيله، عشان وانت بتشيل صدقني هتتوجع. وانت بتعمل اي مجهود رياضي حاول تبقى لابس البتاع دي عشان تفرق معاك في تقليل الضغط على العظمه دي. وفي نفس الوقت حاول تعالج مشاكل اللي عندك من عدم تناسق العضلات بتاعتك او المسل امبالانس ومشاكل الصابونه اللي ممكن تكون موجوده عندك. باختصار زورنا في مركز مصر الكلينيك للعلاج الطبيعي، تجد ما يسرك باذن الله، والف سلامه.